مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. أمطار رعدية في عدة مناطق، تكون أكثر غزارة في غرب المملكة بإذن الله، وهناك نشاط للرياح خاصة يوم السبت. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي توضح أماكن الهطول. نلاحظ أن الهطول سيكون يوم الخميس في مساء يوم الخميس في المناطق الجنوبية الغربية وبعض المناطق الغربية أيضا، يصل إلى حدود مكة المكرمة، ويوم الجمعة وليلة الخميس على الجمعة يصل إلى منطقة الطائف ومكة المكرمة، لكن يوم الجمعة صباحا تشتد غزارة الهطولات في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الغربية بشكل عام، وتكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول، وأيضا الأمطار بتكون غزيرة مصحوبة بالبرق والبرد والرعد. ويوم الجمعة أيضا مساء يشتد الهطول ويصبح أكثر انتشارا ليشمل مناطق في المناطق الشمالية الغربية من المملكة حتى يصل إلى منطقة المدينة المنورة. ويوم السبت أيضا تقل نسب الأمطار في الصباح، لكن تزداد الأمطار غزارة وشدة بعد ظهر يوم السبت، وبالذات مساء يوم السبت وليلة السبت على الأحد تصبح غزيرة جدا في المناطق الجنوبية الغربية والمناطق الغربية بما فيها منطقة مكة المكرمة والمدينة، وأيضا حتى تصل إلى منطقة تبوك والمناطق الشمالية الغربية من المملكة، وأحيانا تصل إلى منطقة الرياض، وتؤدي الأمطار بتكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، وينتج رياح هابطة قوية، وأيضا بتكون قبل الهطول مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. ونتيجة غزارة الهطولات تكون الأمطار غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. فنرجو للجميع السلامة إن شاء الله. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة في الرياض أجواء ما بين لطيفة إلى معتدلة، الحرارة الصغرى المتوقعة في حدود 22 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام قادمة في منطقة الرياض، الخميس أجواء حارة نسبيا نهارا لكنها معتدلة ليلا، الرياض 35 العظمى والصغرى 22، يوم الجمعة العظمى 34 والصغرى 24، والسبت العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق الشمالية، منطقة إسكاكا وعرار وتبوك أجواء حارة نسبيا نهارا لكنها لطيفة ليلا، إسكاكا 35 العظمى والصغرى 22، تبوك 36-23، عرعر 33-21 درجة مئوية. أما المنطقة الغربية، المدينة المنورة أجواء حارة 39-27، جدة 38-29، مكة المكرمة 41-30، والطائف أجواء غائمة جزئيا مع زخات رعدية من المطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية. والمنطقة الجنوبية الغربية، منطقة الباحة وأبها غائمة جزئيا مع زخات رعدية من المطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، الباحة العظمى 25 والصغرى 19، أبها 26-16، وجازان 36-32 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية من المملكة، الدمام 32-23، حفر الباطن 35-23، والإحساء 36-22 درجة.
أما التوصيات والنصائح المصاحبة لهذه الحالة الجوية، نرجو الانتباه من مخاطر تشكل السيول في الأودية والشعاب ومن ارتفاع منسوب المياه بسبب غزارة الأمطار المصحوبة بالبرق والبرد والرعد، وأيضا الانتباه من كثافة زخات البرد في بعض المناطق، وأيضا من شدة الرياح الهابطة، وأيضا الانتباه من تدني وربما شبه انعدام الرؤية نتيجة الغبار والأتربة. ونتمنى للجميع السلامة، وشكرا للمتابعة.